صباح الخير مشاهدينا، نلتقيكم في انطلاق فعاليات مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي في دورته الـ 12 واللي أقيم في المركز الثقافي الملكي بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والأجنبية. خليكم مشاهدينا معنا لحتى نتعرف أكثر على فعاليات اليوم الافتتاحي. صباحكم سعيد. بداية هذا المهرجان هو باعتبار أنه الفعل المسرحي الأول بالموسم المسرحي الأردني، مهرجان الدورة 12 له مهرجان أعتقد على مدار السنوات الماضية أنه استطاع أنه يرسخ مجموعة من القيم اللي كثير مهمة، بمعنى اللي هو اختيار العروض واختيار الضيوف بعيد عن المجاملات تماما. يعني كل عرض أو كل شخصية يعني تم استضافتها بالمهرجان هي هنا من أجل عمل شيء وأنها تكون فعلا إضافة حقيقية للمهرجان. تقريبا هاي الدورة 12 قدم من خلالها هذا المهرجان مجموعة كبيرة من المسرحيات، هذه المسرحيات الهادفة، المسرحيات المتنوعة، المسرحيات التي حقيقة مثلت حراك ثقافي حقيقي مزج بين المعاصرة والماضي، حراك ثقافي مزج أيضا بين خلينا نحكي التنوع الثقافي تحت عنوان التنوع الثقافي الذي يأتي تحت عنوان رئيسي لهذا المهرجان الذي امتد على 12 دورة، مسرح ضد العنف، مسرح ضد التطرف. العنوان اللي بدنا ننطلق منه انه وزارة الثقافة لولا دعمها للحركة المسرحية الأردنية ما كان في حركة مسرحية من الأصل. ودعم أيضا وزارة الثقافة مش متركز فقط في مهرجانات وزارة الثقافة أو الفعل المسرحي اللي منطلق من وزارة الثقافة. وزارة الثقافة دعم له كل نشاط مسرحي يستحق الدعم، ومن شأنه أنه يبني لبنة جديدة في الثقافة المسرحية الأردنية. ومن ضمن هذه المهرجانات مهرجان الحر اللي احنا الآن موجودين في كواليسه، هذا مدعوم بشكل كبير من وزارة الثقافة. ويأتي دعم وزارة الثقافة لهذه الفعاليات من باب دعم الفعل الثقافي السياحي أو الثقافة السياحية أو السياحة الثقافية على ويأتي دعم وزارة الثقافة لمثل هذا النوع من المهرجانات من باب دعم السياحة الثقافية. فمثلا أنتوا راح تشوفوا في الكواليس الآن تقريبا كل الدول أو دول كبيرة وكثيرة مشاركة في هذا المهرجان. هذه المهرجانات دائما أنا عندي اللي هو تعارف ثقافات، متعة الالتقاء بالناس من دول أخرى، نعرف شنو الطرق الجديدة بالتمثيل، شنو طرق أنا أحب المسرح وايد، فشنو الطرق التمثيل الجديدة، شنو الأشياء الجديدة اللي بالمسرح، وخصوصا إن في أجانب معنا، فحلو هذا التعارف، يعني ينمي وايد أشياء بالمخ. أنا من وجهة نظري المسرح وهذه التجمعات كأنها وركشوب للممثل، اتعلم اشياء انه يكون افضل من اللي هو فيه.